ان شاء الله. انا نعطيك القرص. اها القرص. اها زوين كيجي زوين. هاد نسيت روح الحليب. نسيت روح الحليب. كيلو ديال الفورس. كيلو ديال الفورس. خمارة. خمارة. بيضات. جوج بيضات. فاني. فاني. شوية الملح. ملح. كاس ديال الزيت. كاس زيت. كاس سنيدة. كاس سنيدة. كاس زبدة مذوبة ولا مفرابعة؟ كاس زبدة مذوبة. اها. ضربة وشوية البيض باش ندهنو وجلجلان زين. نعم. ناخدو الكوكوط كنديرو فيها داك نصيط روك الحليب. نعم. نديرو فيها ديك الزبدة وندفلو. هاي دفع نحسو الحليب دفع. صافي وكنجمعو جميع المقادير نخلطوهم. وندير في الطحين. كيلو على السير كيلو مزيان. واللي بغا يزيد شي جوج معالق ديال الطحين ديال الذرة انا كيعجبني. صافي كنسدو الكوكوط نلويها في شي مانطا نديرو على الصفار ونلويها في النار. اييه. خليها زيد نص ساعة دابا الحرص نص ساعة ولا ساعة. نعم. صافي كنعقبو نحيدو لها من هاديك الكوكوط ونرجعوها. وندهنو اللاطا. نبداو نقطعو ونحطو في اللاطا. ندهنوهم ديك الساعة ما نخليهمش يخمروا. نعم. ونزينوهم وملي يطلعوا شوية نخبزوهم. إن شاء الله. واللي بغى يدير الشوكولاتة الداخل اللي يديرو. إن شاء الله ونجربوهم على لطيفة ونردوا عليك. كيجيو زوينين. إن شاء الله تبارك الله عليك. يدير في الفريكو والواحد يجبد ويسخن. أييه بطبيعة الحال. كنشكرك كثير على هذه الوصفات اللي كتقدمونا.